الجيزة التي أعلن محافظها اللواء محمد كمال الدالي عودة مياه الشرب إلى المناطق التي تم قطع المياه عنها ليومين بسبب أعمال تحويلات المرافق. وتمكن مسؤولو الشركة القابضة للمياه من ضخ المياه في المواسير بعد فجر اليوم الجمعة، ما أدى إلى عودة المياه إلى المناطق بعد فترة طويلة من الانقطاع. ينضم إلي مشاهدي الكرام محيي الصرفي المتحدث باسم شركة المياه المياه والصرف الصحي. أستاذ محيي أهلا بحضرتك. يعني الحقيقة الأمر كان كبير يبدو، يعني 48 ساعة طبعا زمن طويل. لو حضرتك تشرح لنا بقى، هل عادت المياه تماما الأول طمنا، ثم نحاول نشرح للناس ماذا حدث، وهل هو عطل ولا أعمال صيانة؟ يعني هل ده كان الأمر بتخطيط مسبق ولا لا؟ اتفضل يا فندم. أول حاجة يا فندم، إحنا ضخينا المية الحمد لله، وتأكدنا إن المية ابتدت توصل تباعا عند في كافة المناطق. حصل عندنا كسر في أحد الشوارع في بين السرايات خط 300، ده خلانا ان احنا نخف الضغوط شويه الحين حصر المكان عشان ما اقدرش ان انا اقطع المياه مره تانية. اللي حصرناها الحمد لله ضخينا بكامل الطاقه مره تانية اخرى، وانا بكلم حضرتك دلوقتي اقصى طاقه احنا شغالين بيها، وقطعنا بس عن الجزء بتاع بين السرايات الجزء دوت، لان في اصلاح هناك الماسوره وشغالين عليها. ده مقطوع دلوقتي يعني واحنا بنتكلم. واحنا بنتكلم، انما غير كده هو جميع المناطق تباعا. في لاحظنا ان احنا في شوارع بتبقى فيها ميه، الشارع اللي جنبه ما فيهوش ميه، ده نتيجه ان احنا في عمليات سحب شديده، وبالنسبه للضغط يعني بيبقى منخفض شويه نتيجه السحب الزائد، احنا زودنا الضغوط اكتر. يعني الحمد لله ما فيش اي مشاكل. بالنسبه بقى ايه اساس المشكله؟ اساس المشكله حضرتك ان كان في خط 1000 بيتعارض مع مسار مترو الانفاق. مترو الانفاق متعاقده مع مقاول احد شركات المقاولات ان هم اللي يغيروا لهم ويحولوا لهم الخطوط اللي هي بتتعارض مع المترو. طبعا حضرتك طلبوا مننا ان احنا نقطع لهم الميه 24 ساعه، قطعنا. لقينا ان هم في عندهم في بعض المشاكل الهندسيه مش قادرين يتغلبوا عليها، مما استدعوا ان هو ما يحصلش ان احنا نرجع الميه في الميعاد اللي احنا اتفقنا عليه الساعه 10. اتاخروا، لاحظنا ان هم مش قادرين يديروا الازمه. تدخلت مياه القاهره مع الجيزه باشراف الشركه القابضه. جميل. ابتدينا نصلح الحمد لله. هذا ما حدث. خليني اشكرك شكرا جزيلا محيي الصرفي المتحدث باسم شركه المياه والصرف الصحيه.